يا مساء الخيرات واهلا بحضراتكم. حلقه جديده من 90 دقيقه. النهارده هيكون عندنا فيها ملف رئيسي وملف بنتابعه هنا بشكل وثيق، وكمان العالم كله بيتابعه بشكل كمان وفيه اهتمام بكل التفاصيل اللي قد تخرج عن قمه الاقتصاد العالميه بريكس او تجمع دول بريكس. وكمان احنا عارفين انه مصر بتشارك في تجمع دول بريكس لأول مرة بعد قبول عضويتها بشكل رسمي في المنظمة، وده طبعا للمرة الاولى. وبالفعل يمكن الرئيس كان وصل النهاردة مدينة قازان الروسية، واستقبله كمان رئيس الوزراء فلاديمير بوتين. وخلينا نقول انه القمة دي بتشهد للمرة الاولى مشاركتنا طبعا كعضو في التجمع، وفي وسط اجواء عالمية بتشير الى الرغبة في اعادة تشكيل جيوسياسي للعالم مرة اخرى، وعشان كده الناس كلها مهتمة بهذه القمة طبعا لحساسية التوقيت في وقت فيه نزاعات عالمية كبيرة زي ما يدور في أوروبا على الأرض الأوكرانية، أو ما يدور في الشرق الأوسط على الأراضي الفلسطينية واللبنانية وإمكانيات توسع الصراع. فبالتالي الناس كلها بتبص على هذه القمة باعتبارها أيضا محرك للأحداث العالمية، ورغبة في تهيئة الأمور جيوسياسيا بشكل مختلف عن اللي تعودنا عليه في الماضي، طبعا غير الأثار الاقتصادية الكبيرة، خاصة أنه في ملفات مهمة هيتناقش فيها طبعا أعضاء البريكس والبريكس بلس كمان، المنظمات الصديقة والهيئات الحليفة، وأيضا بيشارك عندنا يمكن الأمين العام للأمم المتحدة كمان. فأيضا في قضايا اقتصادية مهمة متعلقة أيضا بمسيرة التنمية في الدول النامية وأعضاء المجموعة، متعلقة بأسعار البترول العالمية وإمكانية تفاقمها لو حدث شيء في منطقة الشرق الأوسط أو توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي، طبعا كلام عن الدولار والدولار وربط طبعا الاقتصاد العالمي بالدولار. احنا عارفين تجمع البريكس بيسعى الى انهاء هذه الهيمنة، ما يتعلق ايضا بالقروض والديون والمشاريع المشتركة بين هذه الدول كلها. لكن النهاردة بالفعل خلينا نقول لكم انه الرئيس التقى فور وصوله بالرئيس بوتين، وطبعا لو في تفاصيل ده كان منذ قليل عند وصوله لقازان الروسية. وقازان زي ما حضراتكم شايفين بتتمتع بالطابع التتري، فطبعا برضو فيها ثقافة مختلفة وبتعبر عن روسيا أيضا وقوميات مختلفة في الداخل الروسي. النهاردة السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال أنه الرئيس سوف يستعرض خلال أعمال القمة رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليا وإقليميا، وخاصة سبل تعزيز التعاون ما بين التجمع وتطوير آليات العمل والإسهام في التصدي للتحديات المركبة اللي بيشهدها العالم وإصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق توازن عالمي. كمان يعني سينطلق أيضا صوت مصر كمعبر عن الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية ومنها البريكس، وفي ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول دي وفرضها التحديات كمان كبيرة. وكمان مداخلة السيد الرئيس هتتطرق إلى التغير المناخي ودعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك ما بين دول التجمع. وأضاف كمان السيد المتحدث بأنه الرئيس هيوضح دور مصر في ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الراهنة فيه، وجهود مصر الدؤومة في محاولة إرساء السلام ومنع توسع الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية مما يهدد طبعا مقدرات شعوب كل منطقة الشرق الأوسط. كمان هيشارك الرئيس في قمة بريكس بلس، واللي بتضم بالإضافة إلى الدول الأعضاء في بريكس الدول والمنظمات الدولية المؤثرة والصديقة للتجمع. وهيؤكد كمان الرئيس على أهمية الاجتماعات في تعزيز التعاون جنوب جنوب. تعالوا نشوف مع حضراتكم أيضا هذا التقرير ونرجع مرة أخرى نتناول الموضوع بمزيد من التحليل.
صدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى روسيا الاتحادية. للمشاركة في قمة تجمع دول بريكس المنعقدة بمدينة قازان، وهي القمة التي تشهد للمرة الأولى مشاركة مصر كعضو كامل في التجمع منذ انضمامها رسميا له مطلع العام الجاري. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس سوف يستعرض خلال أعمال القمة رؤية مصر وموقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليا وإقليميا. ولدى وصول سيادته مطار قازان الدولي، كان في استقبال سيادته السيد روستام مينخانوف رئيس جمهورية تاتارستان إحدى جمهوريات روسيا الاتحادية، والسيد ألسور الرئيس فيتشميتش عمدة مدينة قازان، كذا أعضاء السفارة المصرية في موسكو. خلونا نروح نشوف ونقرأ أيضا فعاليات انعقاد هذه القمة وتأثيراتها سواء كانت الدولية أو الإقليمية أو تأثيراتها المباشرة كمان على مصر. فخلونا نروح نستقبل عبر زوم من موسكو دكتور رولاند بيجاموف المحلل السياسي الروسي وأستاذ العلوم السياسية. أهلا بك سيد أو دكتور رولاند، أهلا بحضرتك. اهلا بك، اهلا بحضرتك، تحياتي لفريق القناة وللمشاهدين. تحياتنا لحضرتك واهلا بك مرة تانية. يعني هروح لحضرتك فيما يتعلق ايضا بقمة قازان الروسية، قمة بالتأكيد مهمة في توقيتها وفي دلالتها كمان في وقت تتفجر فيه الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وبتستمر في الأزمة الروسية الأوكرانية مع احتماليات حدوث تصعيد في أماكن أخرى من العالم. في هذه القمة تحديدا واللي بتشهد تطور نوعي بدخول أعضاء جدد ومنهم مصر، كيف يعني تنظر إلى الأهداف من هذه القمة تحديدا أو تطلعات منها في تقديرك؟ أولا في تقديري يعني هناك هذه القمة عبارة عن تتويج للمرحلة الأولية، يعني التوصل الأول لهذه المنظمة أو بالأحرى التجمع، لأن التجمع بدأ في 2006 كنادي للدول وكان له الطابع الاقتصادي في الدرجة الأولى، ولكن الآن يعني الحديث يدور بعض الدول يعني ترى أنه قد تتحول هذا التجمع إلى التجمع السياسي. شخصيا أنا لا أعتقد ذلك، أعتقد أن الغموض يحيط بمستقبل هذه المنظمة، وأصلا المنظمة هي لا تحتاج إلا التوسع. أخشى أن يحدث مع هذا التجمع يعني شيء على غرار ما حدث مع الاتحاد الأوروبي، لأن في راي المتواضع توسع الاتحاد الأوروبي هو أدى بالذات ما توسع حلف الناتو طبعا إلا الصراع في العالم والجو المشحون الذي نعيش فيه في أوروبا وكذلك في الشرق الأوسط وفي غيرها من الدول. يعني هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية طبعا أعتقد أن من المهم جدا بالنسبة إلى روسيا وهي تصر على ذلك هو إنشاء نظام مالي للدفع لتحايل عن هيمنة الدولار الأمريكي، وهذه المسألة أيضا يعني مسألة صعبة جدا لأن حتى الآن
50% من التسويات في إطار دول بريكس هي بالدولار، وبصورة عامة أكثر من 90% هي بالعملات الأجنبية. يعني بالعملات المحلية يعني هي حجم قليل جدا، وخاصة روسيا في موقف صعب جدا بسبب العقوبات على البنوك المركزية الرئيسية في الدول. فلذلك ربما سيكون هناك الحديث أن بناء مثلا منطقة التجارة الحرة بين الدول، لأن هناك مثلا مثال منطقة التجارة الحرة بين الهند والإمارات يعني بدأت قبل سنتين تقريبا، والآن هناك تبدل تجاري حي. أعتقد أنه سيتم التركيز على كل هذه المواضيع الاقتصادية في الدرجة الأولى، ولكن مجرد وصول رؤساء دول وقادة الدول مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا في هذا الوقت في هذه المرحلة الحساسة هو عبارة عن نوع من الشجاعة السياسية. وهذا على الرغم من أن صراحة مجموعة بريكس ليس نقيدا لمثلا مجموعة السبعة، ولكن الغرب عنده قلق شديد بسبب نمو هذه المجموعة. والسبب هذا القلق متعلق في الدرجة الأولى يعني في رأيي متعلق ب يعني هيمنة الدولار، لأن الهيمنة الأمريكية والهيمنة الغربية هي مبنية على هيمنة الدولار. ومجرد يدور الحديث أن مثلا أن نص الدولار وغيرها من الأشياء، هذا يثير قلقا شديدا لدى الغرب، ألا رغم أنها الدول الرئيسية في هذه المنطقة ليست ضد الولايات المتحدة. غالبية الدول خلفاء للاتحاد للولايات المتحدة أو شركاؤها. العلاقات المتدهورة بين الولايات المتحدة وروسيا فقط، وبالتالي الدول التي تشارك في هذه القمة هي عبارة عن جسر إلى قدر ما أستطيع أن أقول بين لبناء جسور، نوع من البناء جسور يمكن استخدام هذه المنظمة أو هذا التجمع ووجود هذه الدول. دكتور، يمكن هنا ممكن الإشارة إلى المشاركة التركية لأول مرة وبعد طلبها أيضا انضمام بشكل رسمي، وهي أيضا عضو في الناتو، وهذه حالة خاصة أيضا بالنسبة لطلبات الانضمام للبريكس. نعم، وهناك عدد كبير من الدول، وأعتقد أن الاستراتيجية التي اختارت هذه الدول، وأعتقد الدول الكبيرة مثل روسيا الهند والصين هي في الثالوث يعني في طوية هذه المنظمة، لأن اقتصاد جنوب أفريقيا هو أكثر حجما، والبرازيل اقتصاد يعني كبير جدا، ولكن لا يمكن مقارنة الاقتصاد البرازيلي من حيث الناتج المحلي التجاري مع الناتج لمصر مثلا او الاقتصاد الهندي. ولكن اعتقد ان هذه الدول اختاروا استراتيجيه جميله جدا، لان هناك الان الاضويه الاعضاء الرئيسيين، وايضا هناك الشركاء يعني وضع الشركة. على الرغم أننا الآن هناك الكثير من الدول التي تسعى إلى الشراكة، ولكن أعتقد أن يعني بالعمية يكون بدري أوي يعني مثلا، فيفضل ويستحسن أن تتبلور هذه المجموعة وتخذ في قواتها، لأن حتى الآن هناك آراء مختلفة ورؤية مختلفة خطي بين الدول الرئيسية مثل الصين والهند وروسيا وكويت. جدا نحن الآن في مرحلة بريكس بلوس، وسنستمر بهذه الوتيرة يعني على أجل من الشيطان. طيب أيضا دكتور، من الملاحظ وكما كمان يحلل كثير من المتابعين، انه ايضا هناك ضغط غربي بقيادة الولايات المتحدة
لإضعاف تجمع البريكس أو الضغط على الدول التي تسعى للمشاركة فيه. وأعتقد الولايات المتحدة مارست هذا الضغط على عدد كبير من الدول، وربما يعني كما يقول خبراء أتى ثماره ونجح مثلا مع دولة زي الأرجنتين اللي انسحبت بعد ما قدمت وحصلت على العضوية. هناك حديث الآن عن المملكة العربية السعودية أيضا، وفي ظل ما يبرز أنه خلافات بشأن البترول والأزمات الاقتصادية المتعلقة أيضا بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط. الجزائر قالت أنها لن تنضم. يعني البعض بيرى أن هناك أيضا ضغط غربي قوي لإفشال البريكس. في تقديرك، هل هو مؤثر في هذا التوقيت أم تجاوزنا هذه المرحلة؟ بلا شك كما قلت، الغرب يخشى من فقدان سيطرته وهيمنته، وخاصة قلق على دور الدولار الأمريكي كما أقول والنظام المالي لبريتون وود. ولكن فيما يتعلق مثلا أرجنتين هناك الحكومة تغيرت ولم تكن أرجنتين القيمة المضافة الكبيرة التي كان مفروض أن نرتكز عليها. بس اختيار أرجنتين في يوليو 2023 تقريبا عندما اتخذ القرار لانضمام 6 دول أخرى كان على سبيل المثال بحيث تكون هناك الدولة التي تمثل جنوب أمريكا أو أمريكا اللاتينية، يعني ساعتها يعني كان مفروض يعني أن تكون أن تنضم الجزائر، وكانت الأمال ملقى عليها. ولكن كانت هناك من أجل الحفاظ على التناسب بين القارات اختيرت أرجنتين، وكان هذا الاختيار فاشل. يعني أرجنتين في ظل الحكومة الحالية لا يمكنها أن نعتبرها عضوا. فيما تعلق السعودية، هي حتى الآن تعتبر بأنها هي مدعوة للمشاركة، ولكن السعودية أيضا هناك شيء غامض، لأن ولي الأخ لا يشارك هذه المرة، ولكن السعودية وزير الخارجية السعودي يشارك، لكنه ولي العهد لن يشارك فيما بدا أنه تقليل لمستوى الحماس، يعني أو أنه الحماس الانضم قل شوي، أو ربما هو ضغط أمريكي، أو ربما خلاف البترول، يعني لا ندري. لا أعتقد أن فيما يتعلق في خلاف البترول هناك الحديث يدور عن ذلك، ولكن هذا ليس صحيحا، لأن فيما يتعلق أوبك وأوبك بلس التعاون مستمر وجيد جدا. ولكن أعتقد يعني ربما ضغوط أمريكية مورست، ولا أعتقد أنا شخصيا أن هذا حدث بسبب عن جد عمل ولي العهد. ولكن على كل حال دول أخرى من المنطقة كمصر وكالولايات المتحدة كالإمارات العربية المتحدة تشارك في القمة، وهذا خبر مثير جدا، وخاصة الإيراد بأن الأمين العام للمتحدة يريد المشاركة في القمة، وهذه هي أيضا علامة جيدة جدا في كل ما نشهده اليوم في الشرق الأوسط. نعم، سؤالي الأخير لحضرتك، يعني هل يمكن أن تخرج هذه القمة بمواقف مؤثرة في قضية الشرق الأوسط، خاصة وأن إيران تشارك في بريكس، وهي أيضا مقربة من روسيا، بينهم اتفاقيات كثيرة دفاعية وعسكرية وغيرها، في وقت بيشتعل فيه الصراع في الشرق الأوسط، وروسيا أيضا حاضرة في المنطقة بشكل أو بآخر؟ يعني هل تعتقد أنه ممكن مع وجود الصين والهند وروسيا وغيرها من الدول الفاعلة إقليميا في مقدمتها مصر، أنه يكون في موقف مختلف أو مؤثر في الصراع في الشرق الأوسط؟ أعتقد أنه يجب ألا نتوقع هناك يعني بيانات حاسمة، لأن هذه المنظمة في الدرجة الأولى حتى الآن هي من تجمع اقتصادي في الدرجة الأولى، لذلك من الأفضل أن يركز البيان الختامي على الأشياء الملموسة، الأشياء الرئيسية. كما قلت، إذا تمكنوا مثلا
عمل شيء معين في مجال يعني نظرة الدولة، هذا سيكون أمر عظيم، ولكن من الصعب أن نتوقع في هذه المرحلة. ربما في المفصلة ستكون هناك مثلا نوع من منطقة التجارة الحرة أو البيان، وربما يتخذ القرار. أهم شيء هو مستقبل، رسم مستقبل المنظمة، لأن توسع المنظمة بشكل يعني توسعي و غير مفيد صراحة. يعني من المفضل أن تتركز الدول الأعضاء على تطوير التجمع بخطوات ملموسة باتزان يعني حضرتك بترجح الاقتصاد أولا مصالح جميع الدول. نعم، أنا بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا دكتور رولان بيكموف أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من موسكو، ويرى انه الاقتصاد هيكون له الأولوية حتى على السياسة بشكل رئيسي. على اي حال طبعا القمة بمشاركة 38 دولة ومع انعقادها، وهنتابع ايضا اهم التفاصيل وما يخرج عنها. طيب عندنا خبر مهم، بس نروح فاصل يا شباب ونرجع ناخد زيارة بلينكن. ماشي، عشان هنرجع برضو على موضوع مهم مع حضراتكم، وهو ايضا بلينكن للمرة 11 في منطقة الشرق الاوسط، لكن هل تكون هذه المرة فارقة عن العشر مرات اللي قبليها؟ يعني ما حدش بيشوف ان في امل كبير، ولكن على الاقل ربما يعني يحمل قدر من التهدئة، على الاقل التصورات يعني الناس بتأمل في ذلك، تهدئة حتى مش ايقاف الحرب، ولكن هنشوف بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية. هنروح لملف مهم، وزياره هي رقم 11 لوزير الخارجيه الامريكي انطوني بلينكن، اللي وصل بالفعل لاسرائيل والتقى برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومفروض هيلتقي ايضا بالرئيس الاسرائيلي اسحاق هرتزوغ. وأيضا الجولة دي هتشمل لقاءات متعددة في المنطقة، ومنها مقابلة ولي عهد المملكة العربية السعودية أمين محمد بن سلمان. لكن ده الحقيقة بيأتي في ظل ترقب كبير جدا للهجمة الإسرائيلية على إيران، والكلام رايح جاي في هذه الجزئية. وامبارح كان في تسريبات أمريكية، وكل ما طبعا يثار حول طبيعة الرد الإسرائيلي على إيران وما يمكن أن تكون عليه التداعيات. ثانيا كان طبعا كما هو معلن من بلينكن قبل ما جيء إلى الشرق الأوسط، بأن الزيارة دي بتهدف لإيقاف الحرب في غزة والتفاوض ما بين إسرائيل وحزب الله وإطلاق سراح الرهائن. طبعا قبلها كان في اتصالات كتير مع عدد من الأطراف الإقليمية ومحاولات مصرية لعقد صفقة رهائن بعد لقاء استخباراتي مصري إسرائيلي. لكن يعني بما أنه هذه ليست الزيارة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، إنما الزيارة رقم 11 على مدار عام تقريبا، فأمل كل شعوب المنطقة أنه الدور الأمريكي يبقى أكثر فاعلية في إيقاف آلة الحرب، أو على الأقل عقد صفقة لتبادل الرهائن وتخفيف حدة ووتيرة الصراع أو التهدئة النسبية حتى فيما يتعلق بالمواجهات الإسرائيلية مع حزب الله وإيقاف الهجمات على بيروت، لأنها الحقيقة مستمرة بشكل فعال وبشكل مكثف، سواء الضربات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني وفي أنحاء لبنان، وأيضا في قطاع غزة عمليات الإبادة ما زالت مستمرة خاصة في شمال إسرائيل. لكن إيه اللي ممكن أن تحمله هذه الزيارة من جديد؟ هنشوف. هنروح نسأل الدكتور محمد صادق إسماعيل،
مدير المركز العربي للدراسات السياسية. أهلا بك دكتور، منورنا. تحياتي أستاذ حسام لحضرتك والسادة المشاهدين، أهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا اتكلمنا في موضوع زيارات بلينكين ده فعلا عشرات المرات خلال الفتره السابقه، لكن ايه اللي ممكن ان تحمله الزياره رقم 11 في ظل هذا التوقيت اللي يبدو انه ما فيش فيه اي مؤشرات او خلينا نقول معطيات مبدئيه حتى لامكانيه مش حتى ايقاف الحرب لكن التهدئه أو تفعيل الجانب الإنساني أو على الأقل إطلاع صراخ المحتجزين في صفقة ولو جزئية كما كان يقال؟ طبعا بعد التحية أعتقد أن التوقيت هو المهم في الزيارة، بمعنى أن الزيارة طبعا أتت بعد اغتيال السنوار، وبالتالي جاء بلينكين إلى المنطقة ليتحدث مع إسرائيل والقائمين على صنع سياسة في إسرائيل عن جانبين. الجانب الأول هو ماذا تريد إسرائيل بعد اغتيال السنوار وبعد تحقيق أهدافها في قطاع غزة، وإن كان طبعا الأهداف غير مكتملة نتيجة طبعا عدم إعادة المخطوفين، وبالتالي هي تريد تدشين صفقة مع بين الطرف الإسرائيلي وأيضا طرف حماس، إضافة طبعا إلى دخول حزب الله على الخط من خلال أن يكون هناك صفقة تبادلية للأسرى، إضافة طبعا إلى بعد هام جدا وهو البعد الذي طرحه طبعا يمكن دولة رئيس الوزراء اللبناني في مسألة دمج الجيش أو إعادة الانتشار الجيش اللبناني في المناطق الجنوب، إضافة طبعا إلى المسائل الخاصة أيضا بتهدئة وتيرة الصراع العسكري ودخول مساعدات إنسانية. كلها أمور أنا أعتقد أنها تأتي بالتزامن والتوازي، لكن من الناحية الواقعية رد فعل المشكلة هنا في إسرائيل، هل إسرائيل تقبل، هل بنيامين نتنياهو سيقبل هذه الصفقة أو حتى البحث عن مبادرة جو بايدن في مايو الماضي حتى بشكل جديد أو بإعادة سيناريو جديد، خاصة طبعا أن نتحدث عن حوالي قرابة 3 أسابيع على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبالتالي طبعا لم يعد هناك جديد لدى الجارة الأمريكية. لا. أيوة. كل ما تحدث حضرتك أشرت، معلش أنا آسف طبعا. أنا حضرتك أشرت لنقطة مهمة جدا، لأن بعض التحليلات بترى أنه زيارة بلينكين لتل أبيب هي قمة وداع للإدارة الأمريكية وليست قمة لحل أي شيء، إلى أي مدى ده ممكن يكون صحيح؟ ده صحيح إلى حد ما، بمعنى أن الإدارة الأمريكية حضرتك لو استعرضت من 2020 ل 2024 لم تنجح في أي من ملفاتها الخارجية، بمعنى أن جو بايدن لم ينجح في تدشين اتفاق نووي مع الجانب الإيراني، لم يستطع تحسين علاقاته مع روسيا، لم يستطع إدارة ملف جيد مع الصين، وبالتالي طبعا كل ملفاته الخارجية يمكن لم يأخذ فيها العلامة الكاملة، إضافة طبعا إلى ملف الشرق الأوسط، وبالتالي هو يريد ترك يمكن أثر، لا نقول طيب لكن أي أثر في منطقة الشرق الأوسط. أنا أعتقد طبعا أن المشكلة هنا في أن الإدارة الإسرائيلية يمكن ورطت جو بايدن في أكثر من سابقة، بمعنى أن عندما تم تدشين المبادرة الأمريكية تم رفضها من جانب إسرائيل، عندما يعني حذر جو بايدن الإدارة الإسرائيلية من مسائل خاصة ب يمكن المناكفة الإيرانية كما يقال، طبعا إسرائيل لم تعبأ بالموضوع، والخشية أن إسرائيل ربما تورط الولايات المتحدة الأمريكية وتستهدف إيران أثناء الانتخابات الرئاسية، وبالتالي تكون ورطت الرئيس الأمريكي الجديد في يعني في أول اختبار له كما يقال مع الجانب الإيراني، وبالتالي فأنا أعتقد أن أنتوني بلينكين لن يفعل شيء، يعني كل ما سيفعله هو التحدي هو الحديث مع يمكن صناع القرار الإسرائيلي حول نية إسرائيل المستقبلية، خاصة طبعا أن يمكن دانيال هاجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن أن باقي يمكن أسابيع وتنتهي العملية العسكرية في الجنوب اللبناني ويعود السكان شمال قطاع غزة شمال عفوا إسرائيل إلى أماكنهم، وبالتالي هل هذا صحيح؟ هل سيتم انهاء العمليات العسكريه في الجنوب اللبناني؟ وماذا فعلت اسرائيل في الجنوب اللبناني؟ لم تستطع القضاء على حزب الله بالكليه ولم تستطع نزع سلاح حزب الله، بالعكس يمكن هي تريد كل ما تريده هو منطقه فاصله او منطقه عازله في الجنوب اللبناني حتى يتم طبعا تهدئه وتيره الصراع ما بين حزب الله واسرائيل. لكن استاذ حسام لو نظرنا للموضوع منذ 7 اكتوبر، هل حققت اسرائيل اي من اهدافها العسكريه؟ معنى انها حددت اهداف عسكريه، القضاء على حماس ولم تستطع فعل ذلك، استعادة المخطوفين وأيضا لم تستطع أيضا أن تستعيد المخطوفين، اللهم إلا من خلال المبادرة المصرية لو تتذكر معي بعد شهر من أحداث 7 أكتوبر، لكن طبعا إسرائيل لم تستطع تحقيق أي من أهدافها، أنتوني بلينكين لم يستطيع إقناع أو إجبار أو إلزام الجانب الإسرائيلي بفعل شيء، وبالتالي يبقى الوضع على ما هو عليه. يمكن الزيارة هي لجس النبض فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية حتى للمسائل الخاصة، لو حتى جاءت المرشحة الأمريكية إلى البيت الأبيض أو جاء دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ماذا سيكون رد الفعل العربي اتجاه الصراع العربي الإسرائيلي؟ هذا هو يمكن الذي يريده أنتوني بلينكين. لكن التصريحات الأمريكية
اللي سبقت هذه الزيارة سواء كان من بلينكين نفسه أو من بايدن عن إمكانية إنهاء الحرب في قطاع غزة خاصة بعد مقتل السنوار؟ يمكن موضوع لبنان كان لسه في أخذ ورد، لكنه ده حضرتك بتستبعده الآن في كمان في ظل التطورات ما بعد السنوار، يعني حضرتك بتستبعد أي شيء ما يتعلق بملف غزة تحديدا؟ بالتأكيد، يعني لا يمكن الحديث عن مسألة إنهاء الصراع، حتى إن بنيامين نتنياهو نفسه عندما خرج أول أمس عندما كان هناك مسيرة تريد استهداف منزله الشخصي وخرج بعدها في تصريحات تحدث بأن الحرب مستمرة ولن يتم إنهاء الحرب إلا بتحقيق أهداف إسرائيل من خلال استعادة المخطوفين ومن خلال عودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم ومن خلال استعادة الأمن في إسرائيل. وإسرائيل تنافت شيء يمكن وبنيامين نتنياهو تنافى شيء يعني هام للغاية، بمعنى إن الأمن في إسرائيل لن يتحقق طالما إن إسرائيل يمكن تجاهلت الحل المستدام وأيضا مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحل مستدام وسلام مستدام في المنطقة، وأبقت على المسائل الخاصة بالصراع الجزئي، بمعنى إن الصراع المرحلي أسس حسام منذ عام 2000 حتى تاريخه تجد حوالي 7 غارات إسرائيلية عسكرية مستمرة على الأماكن سواء الفلسطينية أو اللبنانية، وبالتالي طبعا إسرائيل لم تحقق لنفسها الأمان ولن تستطيع تحقيقه في ظل الضربات العسكرية. نعم يمكن الضربات العسكرية أسقطت شهداء بالآلاف، لكن المشكلة هنا أن أمن إسرائيل لم يتحقق ولن يتحقق طالما إسرائيل أرادت استمرار العملية العسكرية. الأمن الإسرائيلي يتحقق في حالة واحدة، وهي مسألة أن يكون هناك بناء لسلام مستدام يعترف بمسألة حل الدولتين، وأيضا يعني ألا يكون هناك نوع من الحلول العسكرية التي تستخدمها إسرائيل ضمن منها أنه إجبار أو إلزام للطرف الفلسطيني أو الطرف اللبناني. أعتقد أن كل هذا لن يحقق الأمن الإسرائيلي. نعم أنا بشكرك، شكرا جزيلا دكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية، شكرا جزيلا. هنروح كده لخبر اقتصادي نكسر بيه وتيرة الأخبار السياسية، لكنه خبر اقتصادي متعلق بالقوى الأولى في العالم. رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك اللي متوقع أنه يكون أول تريليونير في العالم بيطلق تحذير جديد. التحذير من إيه؟ التحذير من خطر إفلاس الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم يتم خفض الإنفاق الحكومي. ليه برضو؟ لأنه إيلون ماسك علق على ارتفاع مدفوعات الفايدة على ديون الحكومة الأمريكية وكتب عبر منصة إكس: إذا لم يتم خفض الإنفاق الحكومي بشكل جذري فإن أمريكا ستصبح مفلسة بحكم الأمر الواقع، تماما مثل الفرد الذي تحمل ديونا كثيرة وإن الفائدة على الدين تتجه إلى امتصاص جميع الإيرادات الضريبية وبسرعة ولا تترك شيئا للاحتياجات الحرجة. طبعا ما ننساش كمان أنه في شهر مايو اللي فات كان مكتب الميزانية بالفيدرالية الأمريكية أو بالكونجرس الأمريكي نشر تقرير فيه بأن الدين الوطني للبلاد هيرتفع ل 166% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى 30 سنة الجايين، في حين لم يتم استبعاد خطر زيادة الرقم إلى 250% من الناتج المحلي الإجمالي، وأنه خلال فترة رئاسة جو بايدن لما الدين الوطني الأمريكي ارتفع من 28 تريليون دولار في عام 2021 إلى مستوى غير مسبوق يتجاوز 34.5 تريليون دولار هذا العام. طبعا دي مش أول مرة يتم فيها إثارة أزمة الديون الأمريكية أو خطر الإفلاس، لكن شفنا ده على مدار السنتين اللي فاتوا تحديدا عدة مرات. دلالة الكلام ده وهل هو حقيقي أم لا، خاصة مع برضو تغيرات في المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، وهل دي هتكون قضية أيضا محورية في الانتخابات الأمريكية ولا لم تأخذ حظها أيضا من نقاشات كلا المرشحين؟ هنشوف. على التليفون بينضم إلينا الأستاذ مهدي عفيفي الباحث السياسي وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي. أهلا بك أستاذ مهدي منور. أهلا بك وضيوفك الكرام. يعني لعل حضرتك برضو قرأت أو استمعت للتصريح اللي خرج من إيلون ماسك بيحذر أيضا من مخاطر الإفلاس وارتفاع الديون الأمريكية. دي مش أول مرة يثار فيها هذا الموضوع، لكن إلى أي مدى تعتبر تصريحات ماسك مهمة
أو مؤثرة أو بيتم التعاطي معها بشكل إيجابي في الولايات المتحدة الأمريكية؟ طبعا مسألة ارتفاع سقف الديون دي مسألة مؤثرة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وللأسف الشديد سواء كان الجمهوريين أو الديمقراطيين، فمثلا في بان فترة ترامب تم رفع سقف الاستدانة 6 مرات، ودي أكبر مرة في التاريخ، ومن بعدها تم رفع سقف الاستدانة في عهد بايدن 2 مرات. بذلك أصبحت الديون مشكلة كبيرة، لأن في حالة عدم استطاعة الولايات المتحدة الأمريكية أنها تبيع هذا الدين، وأكبر مشتري لهذا الدين هو الصين، ستحدث مسألة يعني خطيرة في اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي، لأن أي يعني كما نقول في الولايات المتحدة إذا يعني عطست الولايات المتحدة أصيب العالم بالبرد. فلذلك من المهم إثارة هذه النقطة. كون إيلون ماسك هو من هو ويملك أكس أو تويتر سابقا، وهناك من يتابعوه بالملايين، فكلامه يكون له تأثير أكثر من أي شخص آخر سواء كان في إعلام أو في يعني أي مجال آخر بسبب وصول هذه الرسالة. لكن الأهم من ذلك كيفية التعامل مع هذه المسألة. الدين العام في عهود سابقة مثل مثلا في عهد الرئيس أوباما تم تخفيضه بشكل كبير، بيأتي ذلك من 3 نقاط مهمة جدا. أولا رقم 1 تخفيض الإنفاق، خاصة الإنفاق العسكري. ثانيا رفع الضرائب على الأغنياء، لأن هناك لعبة يلعبها الجمهوريين ويلعب لعبة أخرى الديمقراطيين. الجمهوريين مثل ترامب مثلا يعد الأغنياء والمليونيرات بتخفيض الضرائب لهم، على عكس يعني الطبيعة، هو نفسه كما نعلم جميعا لم يدفع ضرائب عن الملايين التي كسبها، لأنه يستخدم يعني نقاط معينة في عدم دفع الضرائب. وهذه مسألة طبعا خطيرة، لأن الأعداد الكبيرة من المليونيرات وأصحاب رؤوس الأموال في الولايات المتحدة لا يدفعون ضرائب مما يدفعها حتى الشخص العادي. فدي نقطة مهمة. واعتقد كان في لقاء قريبة بينه وبين ترامب برضو إيلون ماسك، وكان أثيرت فيه موضوع الضرائب، أو يمكن تأييد إيلون ماسك النسبي لترامب وغيره من رجال الأعمال الكبار عشان نقطة الضرائب دي تحديد. بالطبع رجال الأعمال عادة يعني بيهتموا بأنفسهم أن يتم يعني تخفيض الضرائب بكل شكل من الأشكال، وده شيء مش في صالح الاقتصاد الأمريكي بشكل عام. فالمسألة الثانية، لابد من أن يدفع الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال النسبة الطبيعية من الضرائب التي يدفعها أي شخص آخر. المسألة الثالثة هي الإنفاق على البنية التحتية. البنية التحتية هي عجلة تحريك الاقتصاد في أي دولة، لذلك الاستمرار في الإنفاق على البنية التحتية، والذي رأينا النتائج له الآن في خفض يعني التضخم في الولايات المتحدة، زيادة نسبة الاستثمار، انخفاض البطالة بصورة تاريخية، يعني لأول مرة في التاريخ أقل من 2% بطالة، ودي تعتبر لدينا 0%، لأن 2% في كثير منهم بيكون يعملوا بالكاش أو بالنقد. فلذلك هذه المسائل الثلاثة يمكن أن تؤدي إلى تخفيض الدين العام. نعم. طب ليه الموضوع ده مش مسار بالشكل الكافي كما تقول بعض الآراء الأمريكية في حملة المرشحين ترامب وكاميلا هاريس؟ وإن كانوا كان أشاروا، لكنه البعض بيقول انه مش الاهتمام الكافي. يعني كان ترامب تعهد مثلا بخفض اسعار الفايده والطاقه والدين، لكنه الى اي مدى هذه القضيه تشكل يعني حيزا في حمله الكلا المرشحين؟ اولا في الاسواق الحره لا يستطيع ترامب ان يخفض سعر الفايده، لان ده ما يقرره البنوك الفدراليه، والبنوك الفدراليه بالمناسبه دي مملوكه اشخاص، هي اسمها بنوك فدراليه مفهوم، لكن هي دي اشخاص تملكها. دي نمره 1. نمره 2، اسعار البترول او اي حاجه في السوق برضو لا يستطيع الرئيس الامريكي ان يتحكم فيها، لان بيتحكم فيها السوق العالمي، المؤثرات العالميه هي اللي تتحكم في اسعار البترول.
عادة النقاشات في الحملات الرئاسية تبتعد عن الأمور التقنية، لأن مسألة سقف الدين ومسألة نسب الأرباح تترك للمتخصصين. فلذلك عادة في اللقاءات الشعبوية يكون الحديث عن أمور أخرى ليست الأمور يعني التقنية التي تدخل في معطيات ممكن رجل الشارع لا يعلم. لذلك لا نسمع هذا الموضوع إلا في الغرف المغلقة. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ مهدي عفيفي الباحث السياسي وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، شكرا جزيلا على وجودك معنا. هنروح بقى مع حضراتكم لفاصل، وبعد الفاصل مع بالتزامن مع انطلاق قمة البريكس هنتوقف عند تحليل شامل خاصة في الجزء المؤثر علينا في مصر، ومع طبعا تزايد وتشابك وتعقد الموقف الإقليمي والعالمي الجيوسياسي هنناقش طبعا البريكس ومستقبلها وتأثيرها علينا بعد الفاصل. شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 13، والذي استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بدولة اليونان بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والسعودية، وذلك بحضور عدد من رؤساء أركان وقادة القوات المسلحة للدول المشاركة في التدريب والسفير المصري باليونان، حيث بدأت المرحلة الرئيسية بتقديم عرض تفصيلي على متن حاملة المروحيات أنوار السادات، تضمن عرض الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في المراحل الابتدائية للتدريب. ثم تلا ذلك تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية، بداية من تنفيذ قذف جوي ضد عدد من الأهداف المعادية على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام، أعقبها تنفيذ إسقاط نضالي لتأمين رأس الشاطئ. كما قامت القوات الخاصة البحرية للدول المشاركة بتنفيذ عدد من الأنشطة كفتح الثغرات وتأمين رأس الشاطئ، فضلا على تنفيذ تدريب حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها، ثم تنفيذ عملية برمائية للسيطرة على الأهداف الحيوية بواسطة وسائط الإبرار المحمولة على متن حاملة المروحيات المصرية، كذلك قيام طائرات الهليكوبتر الهجومي بتقديم الدعم النيراني المكثف لتأمين ممر الاقتراب لوسائط الإبرار. كما نفذت عناصر الصاعقة عملية الاقتحام الرأسي التي مكنتهم من السيطرة والقضاء على العناصر المعادية في أزمنة قياسية. وعلى هامش حضور المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 13، قام الفريق أحمد خليفة بزيارة النصب التذكاري للجندي المجهول لوضع باقة من الزهور تخليدا لذكرى شهداء الحروب، ثم توجه إلى مقر هيئة الأركان العامة اليونانية حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. أعقبها عقد لقاء مع الفريق ديمتريوس خوبس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية، وعقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية تناولت سبل تعزيز أواصر الشراكة وتبادل الخبرات
في مختلف المجالات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين. كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالسيد نيكولاوس دينديز وزير الدفاع اليوناني، وتناول اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع بالمنطقة والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية وأهمية تنسيق الجهود والعمل المشترك. حضر التدريب قائد القوات البحرية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية. قمة عالمية لدول البريكس في قازان بروسيا ومشاركة 38 دولة، قمة بينظر إليها كل أقطاب العالم والعالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا، لأنه احنا طبعا في خضم ما بات يعرف بإنشاء نظام جيوسياسي جديد للعالم، والكل بيسعى هنا لمصالحه في عالم أيضا بتموج فيه الصراعات وتتداخل وبتشتبك بشكل مركب جدا مصالح الأطراف المختلفة. فما الذي يمكن أن تقدمه قمة البريكس هذه المرة مع المشاركة المصرية للرئيس السيسي لأول مرة كعضو أيضا في قمة البريكس؟ وطبعا القمة هتستمر من يوم الثلاثاء إلى الخميس، وغدا هتكون الكلمات الرئيسية. فتعالوا نشوف مع بعض كده، نقرأ ملامح هذا المشهد الدولي. كمان اسمحوا لنا نرحب في الاستوديو بالدكتور أيمن سمير المتخصص في شؤون العلاقات الدولية. برحب بيك يا فندم، منورنا كالعادة. أهلا بيك يا دكتور، نورتنا. وأهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. طبعا أولا من جديد يعني بالذكر أن الرئيس وصل بالفعل إلى قازان واستقبله الرئيس فلاديمير بوتين، لكن هبدأ معك من طبيعة المشاركة المرة دي في قمة البريكس. أعتقد هي تختلف عن أي مرة سابقة منذ تأسيس المنظمة أو التجمع الاقتصادي. إزاي ده حضرتك أو رصدته إزاي؟ يعني أولا لو سمحت لي أدي السادة المشاهدين يعني نبذة صغيرة عن تجمع البريكس. فكرة البريكس أو بريك جت لأول مرة سنة 2001. في 2001 كان أحد المصارف رجال البنك جولدن مان ساكس الأمريكي، هو أول اسمه تيم أونيل، هو أول واحد أطلق، شاف كان بيتابع هو معدلات النمو في العالم، شاف أربع دول عندهم معدلات نمو كبيرة، هو أطلق عليهم الدول الناشئة، كانت الهند الصين ومعاهم روسيا وأيضا الصين. الصين وروسيا ومعاهم الهند والبرازيل، أطلق عليهم بريك وانضم إليهم بعد كده سنة 2011 جنوب أفريقيا، عشان كده سمت مجموعة البريكس. هذه المجموعة طلبت مجموعة من الدول تنضم إليها. الدول الانضمام للبريكس بيمر بمراحل، يعني مش أي حد يقدم طلب ينضم للبريكس، لازم يكون الأول شريك في أحد المؤسسات التابعة للبريكس. البريكس عندها مؤسستين في غاية الأهمية، عندها بنك يسمى بنك التنمية الجديد، وهذا البنك يساوي البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، عندها صندوق يسمى صندوق التحوط أو صندوق الإحاطة، وده صندوق مهم جدا جدا بيساعد الدول يحافظ على العملات الخاصة بالدول اللي جوه البريكس، بينما صندوق أو بنك التنمية الجديد عنده أموال بيستثمرها في المشروعات البنية التحتية ومشروعات الطاقة ومشروعات الرقمنة، المشروعات الجديدة والتحول الجديد في النمط الاقتصادي الدولي. مصر والإمارات على سبيل المثال انضموا لبنك التنمية الجديد قبل أن تنضم مصر بشكل رسمي بداية من العام الجاري. الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بهذه المجموعة لذلك كان ضيفا مرتين على هذه المجموعة، مجموعة البريكس، مرة في عام 2017 ومرة في عام 2021. مصر تم دعوتها لتصبح عضو كامل في هذه المجموعة بناء على أسس. النهاردة واقف على باب البريكس 30 دولة
30 دولة عايزة تدخل البريكس. ليه مجموعة البريكس أو ما يتسمى بالمجموعة المؤسسة، الخمسة المؤسسين اللي هم روسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ليه الخمسة دول يعني اختاروا مصر ضمن الحزمة الأولى في أول توسع في تاريخ البريكس؟ تم اتخاذ القرار في أغسطس 2023، كان من ضمن الدول اللي تم دعوتها تدخل للبريكس هي مصر. ليه؟ أول حاجة هم شايفين أن مصر هي قوة السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهذه المجموعة هدفها التنمية والاقتصاد. مش ممكن يكون في تنمية ولا اقتصاد ولا ازدهار بدون سلام وبدون استقرار، فهم شايفين أن مصر دولة هي محور السلام والاستقرار في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط، وبالتالي هي تشيع السلام والاستقرار في المنطقة، وبالتالي ده يشكل رافعة مهمة لأهم هدف من أهداف البريكس وهو تحقيق التنمية والازدهار. ده رقم واحد. شايفين كمان أن مصر سوق كبير، مصر عندها حوالي 100 داخلين على 110 دلوقتي أو 107 مليون نسمة، هي تشكل ربع سكان العالم العربي. الموقع الاستراتيجي لمصر، مصر عند ملتقى القارات الثلاثة، وغالبية التجارة العالمية أو جزء كبير جدا من التجارة العالمية بيمر في قناة السويس وفي البحر الأحمر، وده مهم جدا بالنسبة لمصر. هم كان اتفاقية طريق الحرير الصينية مصر فيها بقوة أيضا. بالضبط. هم كمان شايفين أن مصر عندها مستقبل واعد. مصر بمساحتها اللي حوالي 1,100,000 كيلومتر مربع، مع عدد سكانها اللي يزيد عن 100 مليون، مع البنية التحتية والمشروعات القومية اللي موجودة في مصر، ده بيؤهلها وبيجعلها دولة مهمة جدا في مستقبل البريكس. لكن الأهم من كل ده ان البريكس عنده مجموعة او مصفوفة من القيم. هذه القيم تقريبا بتطبقها مصر بشكل كبير جدا. يعني على سبيل المثال، دول البريكس تحب تتعاون مع بعضها كأنداد، كدول مستقلة، دول عندها يعني استقلالية كاملة في اتخاذ القرار. يعني على سبيل المثال، لا يخفى ان الدول اللي دخلت البريكس قد تكون تعرضت لضغط من هنا او من هناك حتى لا تذهب الى دول البريكس. انا جاي لك في الجزئية دي بعد شوي. لكن يعني هذه الدول لكن الدول اختارت انها تدخل، ده معناها ان هذه الدول عندها استقلالية في القرار. دولة زي مصر عندها ثوابت ومحددات في السياسة الخارجية بتاعتها، انها لا تتدخل في شؤون الداخلية لدول اخرى. مجموعة البريكس لا تتدخل في الشؤون الأخرى، لا تفرض نمطا تنمويا على الدول الأخرى، لا تفرض قرارات على الدول الأخرى. لكن تعالى مثلا في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، لو حبينا نعمل مقارنة عشان الدنيا تبقى باينة، مثلا الولايات المتحدة الأمريكية عايزة تجعل الصين أكثر تخلفا من أمريكا في موضوعات مثلا مصانع أشباه الموصلات، تفرض على والمايكروشيبس. تعمل ايه؟ تفرض على الدول الصناعية اللي معاها في المجموعة ان ما يعملوش اي مصانع او اي استثمارات عند الصين فيما يتعلق بهذه المصانع. النهاردة الولايات المتحدة الامريكية ضغطة مثلا على دولة حليفة لها زي المانيا انها تقلل من مستوى التجارة ومستوى التداخل الاقتصادي بينها وبين الصين، وبتقول لهم لان الاعتمادية الاوروبية على الصين قد تؤدي لمشاكل زي الاعتمادية الاوروبية اللي كانت على الغاز الروسي، وبالتالي مضطرين ان يتبعوا السلوك الامريكي. ده مش موجود في البريكس. في البريكس كل دولة تتخذ قراراتها السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية من منطلق أولا مصلحتها الوطنية، من منطلق سيادة كاملة في قراراتها واستقلالية كاملة فيما تنحو إليه سواء كان يمينا أو كان يسرا. ده مش موجود في التكتل الغربي أو مجموعة الدول الصناعية. الحاجة الثانية، وده يمكن حتى مش موجود في الدول الغربية أو في تجمع الدول الصناعية، هذه المجموعة مجموعة البريكس لديها من المواد الأولية والسلع الاستراتيجية ما يكفي ليغطي كل المجموعة. يعني تعالى لسلعة مهمة جدا زي القمح، ما عندهم نصيب كبير في التجارة العالمية، 23% صح ولا أكتر؟ في التجارة العالمية عندهم 17%، لكن هم بينتجوا حاليا تلت الناتج القومي العالمي، يعني حوالي ما يقرب من 30 دلوقتي كمان. الدول الحداشر بتنتج النهاردة 66 تريليون دولار حجم الناتج قومي. ده غير كده، ده عندهم قيم تانية يمكن في الفترة اللي فاتت ما كانش متاح الحديث عنها. يعني على سبيل المثال، عندنا ثلاث دول نووية في البريكس، روسيا والصين والهند. عندنا دولتين
في مجلس الامن عندهم عضويه دائمه في مجلس الامن روسيا والصين. اذا انت مش بتاخد حتى مكاسب اقتصاديه فقط كاسواق لكن في انت بتنتمي لتكتل جيوسياسي قوي جدا، له ثقل سياسي كبير جدا، له حتى ثقل عسكري، يعني حتى على مستوى الانفاق العسكري دول ذات انفاق عسكري كبير جدا، دول عندها جيوش ضخمه جدا ومؤثره سواء في البيئه الاقليميه المحيطه بها او حتى في البيئه الدوليه. ماشي. من التحليلات اللي الواحد بيقراها انه طبعا منذ نشاه البريكس وبالذات بعد تطوره بانضمام دول جديده ودول اقليميه في الشرق الاوسط وغيره، طبعا كان في ضغوطات امريكيه صحيح لمحاوله تفجير هذا التحالف، ويمكن كانت في كمان بعض الاشارات الى انه نجحت الولايات المتحده بشكل ما في جذب بعض الدول زي الارجنتين في محيطها الامريكي صحيح. او بالتاثير على بعض المواقف الخاصه بجنوب افريقيا او صحيح. بعض المواقف كما يقال ببعض الدول الخليجيه، الضغط على الملف الايراني ايضا لتفجيره في البريكس. يعني في رأيك هل نجحت المصفوفة الغربية أو المنظومة الغربية في الضغط، ولا أعتقد أنه ده، ولا كما يقول رأي آخر أنه ده تبدد مع المشاركة الواسعة هذه المرة؟ يعني أنت حضرتك بتميل أنا بميل للرأي الثاني، لكن أنا بقول برضو أن الضغوط الأمريكية لن تتوقف. وبالمناسبة الضغوط الأمريكية حاولت في حاجات كبيرة، يمكن ملف الأرجنتين إنها دولة مدعوة للدخول وما دخلتش ما فيش مشكلة كبيرة، يعني ممكن في 30 دولة واقفين على الباب ينضموا أي دولتين تانيين، لكن المشكلة إن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت تفجر البريكس في أكبر دولتين فيه. كما تعلم أستاذ حسام في مشكلة كبيرة جدا بين الصين وبين الهند على حدود تصل لحوالي 1000 كيلومتر في منطقة لاداخ، وقالت وبدأت تعمل الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم حاجتين، العصا والجزر في نفس الوقت. استخدمت العصا للهند وتقول لها أن الصين واخد أرض منك، وبدأت تدعم الهند ضد الصين حتى يكون هناك اشتباك. النهاردة الصبح الصين والهند أعلنوا عن زي اتفاق كبير جدا بحيث يعملوا تسوية شبه نهائية لموضوع الحدود، وده كان بمثابة إجهاض كبير جدا للمخطط الأمريكي. الحاجة الثانية، حاولت الولايات المتحدة الأمريكية اللي تعمل ما سمي بالإنديان كوريدور أو الممر الهندي إنها تاخد الهند بعيد عن مجموعة البريكس، وكان ساعتها في مشروعات مع إسرائيل وبتاع. صحيح. الولايات المتحدة الأمريكية أنا في رأيي هي ما لا تسعى بشكل كبير جدا لمصلحة الهند، لكن كان همها أنها تاخد الهند بعيد عن البريكس وبعدين بعيد عن الصين. الهند كما تعلم عندهم حكمة، وحكمة الشرق في الهند، درسوا الموضوع بشكل كويس جدا. قالوا احنا في يعني وعندنا عصفور في اليد وهو البريكس، ليه نضحى بيه ونروح في حاجة هي مش مضمونة. فهم قالوا لا احنا عندنا البترول توسعوا فيه بشكل كبير جدا مع العقوبات العالمية صحيح. وكده بقى بياخدوا من روسيا والصين كميات كبيرة جدا. الهند تقريبا هي المستورد الاول للبترول من روسيا. فده انا في رأيي ده اعلان لفشل المخطط او الضغط الامريكي. في النهايه الولايات المتحده الامريكيه بدات تقر ان البريكس مجموعه ناشئه عندها جاذبيه وعندها حيويه والناس رايحه للبريكس، لدرجه بداوا يفكروا حتى في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ان هم يعملوا تعاملات في الفتره اللي جايه، نبداوا خلاص يسلموا بالموضوع انهم يتعاملوا مع البريكس بشكل كبير جدا. جميل. لذلك انا بعتقد ان من ضمن ال 30 دولة اللي واقفين على الباب ان هذا يدخلوا البريكس ممكن يكون في دول تانية هتدخل، لكن لا اعتقد في قمة قازان، ربما تكون في يعني قمم مستقبلية. جميل. هنروح لفاصل وبعد الفاصل هنرجع اسأل حضرتك برضو من الاشياء اللي كان بيعول عليها الغرب في تحليلاته انه ايضا المجموعة المضمة للبريكس يعني ايضا هناك مصالح مختلفة احيانا تتعارض، وظهر ده حتى جليا في الاختبارات الإقليمية والعالمية في الفترة الأخيرة. مش طبعا مش شرط يكون الخلاف خلاف حاد، ولكن خلاف على طبيعة اقتصادية زي ما حدث مع مثلا المملكة ويقال، أو ما يحدث أيضا من وجود إيران وتضارب مصر أو مصر حتى وإثيوبيا مع وجود ملفات إقليمية مشتعلة. فهل ده ممكن يأثر أيضا على المسار الاقتصادي أو حتى المسار السياسي، لأنها أيضا دول لها تأثيرها وثقلها السياسي؟ بعد فاصل نجاوب على السؤال. إن شاء الله.
أهلا بحضراتكم مرة تانية، ولسه مشرفنا الدكتور أيمن سمير، وسألناه قبل الفاصل هل يمكن أن يؤثر تضارب المصالح ما بين برضو بعض الأعضاء داخل بريكس والقوى العالمية على المسار الاقتصادي أولا ثم السياسي، ولا في محاولة لفصل المسارين يعني برضو عشان نبقى فاهمين، لأنه بعض الدول اشتبكت أيضا في بعض المصالح. خلينا صحيح أنا في رأيي بالعكس، أنا رأيي وجود دول عندها مشكلات مع بعضها البعض سواء أثناء عضوتها في البريكس أو حتى قبل دخولها للبريكس، ده ممكن يكون البريكس بمثابة جسر للتواصل والحل هذه المشكلات. يعني على سبيل المثال يمكن كنا بتكلم عن مشكلة الهند والصين قبل الفاصل، المشكلة وصلت في بعض المراحل إلى الاشتباك ما بين الجيش الهندي والجيش الصيني. النهاردة الرئيس الصيني شي جين بينغ اجتمع مع رئيس الوزراء الهندي مودي في قمة جوهانسبرغ في أغسطس 2023 وحطوا زي ما سمى الخطوط الرئيسية لحل هذه المشكلة. منذ هذا الاجتماع بدأت المشاكل تقل والمكاسب تزيد، بدأت الإحساس بقد إيه إن التعاون والثقة المتبادلة ما بين الأطراف يمكن يؤدي إلى حل هذه المشاكل. النهاردة تقريبا الحديث عن هذه المشكلة غير موجودة، على الرغم إنه وصلنا في مرحلة من المراحل إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تزود بالهند، تزود الهند بصواريخ وطيارات بحيث تقوي قلبها بالبلد كده ضد الصين، بحيث يعني تزود الخلاف بين الصين والهند. لكن المصالح الاقتصادية، إحساس البلدين بأن النمط التنموي اللي بينهم يمكن يبقى فيه حتى تعاون في المستقبل باعتبار أن الصين هي ورشة العالم أو مصنع العالم، إن ده ممكن تكرره الهند في العقود اللي جاية، خلى البلدين يقربوا من بعض. عشان كده أنا يعني شايف أن الولايات المتحدة الأمريكية ما نجحتش قوي في فكرة أنها تفجر البريكس من خارجه، لكن باعتبار المجتمع الغربي أو الدول الغربية دول في الواقع دول واقعية ممكن تلجأ في الفترة اللي جاية أنها تتعامل مع البريكس أو تتعاون معه أو حتى تساعده في من أجل الحصول على مصلحة. يعني على سبيل المثال البريكس أنا في رأيي مرشح أن يكون من الدول المركزية والمهمة جدا في إنتاج اللقاحات. النهاردة دولة زي الهند معروف أن الهند هي صيدلية العالم أو أكبر دولة في العالم بتنتج لقاحات. الهند ضمن دول البريكس، الخبرة اللي عند الهند تقريبا نفس الخبرة موجودة عند الصين وموجودة عند الروس. على سبيل المثال أنا أعتقد أن سوف يكون هناك تعاون ما بين الدول الصناعية السبع الكبرى في المستقبل وما بين دول البريكس للحصول على اللقاحات بعد أن تكون دول البريكس طبعا استوفت، لأن دول البريكس عندها مبدأ لو إحنا 11 دولة في البريكس فينا دول منتجة للقمح ودول مستهلكة للقمح، الدولة المستهلكة للقمح من داخل البريكس هي الأولى بالحصول على القمح الأول، وبعد ذلك يمكن بيع القمح لأي دولة برا البريكس، ودي ميزة كبيرة. يعني مثلا الدولة زي الصين والهند عايزين غاز، عايزين طاقة، الأولوية ليهم انهم ياخدوا الغاز والبترول من روسيا عن اي دولة اخرى. النهاردة فكرة الدعم المتبادل، النهاردة شايفين ان الصين لما تشتري منتجات من روسيا بتدعم روسيا ضد العقوبات الغربية. النهاردة روسيا خلت العالم كله يتحدث بصوت الصين بأن تايوان هي جزء رئيسي من الأراضي الصينية وسياسة الصين واحدة. فكرة الدعم المتبادل، أنك أنت تقف معاي في مكان وأنا أقف معاك في مكان آخر، أنا رأيي ده مبدأ من ضمن المبادئ الجيدة جدا واللي بتشجع ناس كتيرة أنها تدخل البريكس، منهم مثلا تركيا. يعني بحس أنه كلام حضرتك يليق قوي على الموقف التركي، أردوغان مشارك برضو وقدم طلب رسمي صحيح وهو في الناتو وفي الكتلة الغربية صحيح. فنقرأ الحاجات دي إزاي؟ ودي نقطة مهمة جدا. أولا مصفوفة القيم أو نسميها حتى الشروط الموجودة في البريكس هي شروط عادلة وشروط تطبق على الجميع. النهاردة مثلا تركيا تقريبا منذ أيام رئيس الوزراء مندريس في الخمسينات كانت نفسها كانت نفسها تدخل الاتحاد الأوروبي أو تبقى جزء من الاتحاد الأوروبي، وقدمت طلبات كتير قوي وفي دول بعدها بسنوات دخلت الاتحاد الأوروبي. هل قبلت تركيا في الاتحاد الأوروبي؟ لا.
فالباب مقفول من منطلق برضو يعني نوع من الاستعلاء. مكينه ده مسار بديل لإلا للضغط على الاتحاد الأوروبي إلا. وحتى لو ما كانش بديل هو أصبح في مكان فيه استفادة أخرى. أنا مش عارف استفيد إن أنا أدخل الاتحاد الأوروبي وقدامي باب مفتوح تاني في البريكس، ليه ما أدخلوش؟ خصوصا إن المزايا اللي موجودة في البريكس أنا في رأيي لا تقل عن المزايا اللي موجودة في الاتحاد الأوروبي باستثناء الشنجن والعملة الموحدة. وده البريكس في يوم من الأيام هيوصل له، يعني حاليا بيدرسوا في البريكس ما يسمى بالعملة المشتركة وليس العملة الموحدة. مفهوم. بمعنى أن التعاملات بالدول الأعضاء تبقى بعملة مشتركة. لما يوصل مرحلة بعدين للعملة الموحدة يمكن أن يكون هناك عملة البريكس يتعامل بها الناس في شوارع دول البريكس. مفهوم. انا بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا، نورتنا كالعاده. وطبعا القمه مستمره لغايه يوم الخميس بالتاكيد مع كلمات بقى الوفود المختلفه واللقاءات الجانبيه والرئاسيه، هنفهم تفاصيل اكتر. فانا بشكرك يعني حتى هذا الوقت. شكرا جزيلا. نورتنا الدكتور ايمن سمير متخصص في شؤون العلاقات الدوليه، نورتنا. وبشكر حضرتك، وبكره كمان هنتابع معاك، وهيبقى يوم ايضا حافل بالاحداث. وطبعا انعقاد القمه الرسمي هيكون في الغد، وهنتابع نشاط السيد الرئيس ولقاءاته وتصريحاته ايضا في الغد. بشكر حضراتكم، بكره نشوفكم في حلقه جديده من 90 دقيقه. الى اللقاء.